الصلاة من مات وهو تارك لها نائم عنها عذاب في القبر. في الحديث الطويل في الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا قال فأتي بي على رجل مضطجع وإذا برجل قائم معه صخرة فيشدخ بها رأسه ثم يتدهده الحجر فلا يأتي بالصخرة إلا وقد صح رأسه فيفعل به. في رواية يصنع به إلى يوم القيامة. قلت من هذا؟ فقال هذا الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة.